ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب النهاردة احنا هنشتغل على المج ده، هنعمل مع بعض عروسة بس هنعملها واقفة بدقرها. دي الالوان اللي هنحتاجها: موف غامق، موف فاتح اسفة، ولون البينك، وهحتاج لون البشرة ولون البني علشان الشعر، وهحتاج اللون الاخضر ولون الفوشيا، هعمل بيهم الورد. انا مش هعمل فيها ملامح لان هي واقفة بظهرها، فمش هيبقى باين وشها خالص. يلا بينا نبدأ. اول حاجة هنجيبها، هناخد قطعة عجينة من لون البشرة، وهنبدأ ان احنا نفردها بالنشابة. هبدأ ان انا افردها، وزي ما اتفقنا قبل كده السمك ما يبقاش تخين قوي وما يبقاش رفيع قوي. وهبدأ بقى ان انا اقطع الشكل بتاع الظهر كده، الشيب كده اللي فيه كيرف شوية. هعمل بقى كمان الناحية التانية. هقص الزيادة اللي تحت، وبعد كده هظبطها. هبدأ ان انا اظبط الباقي كده كله، واحاول ان انا اظبط الجناب كلها، وهحطها على المج بتاعي واظبطها على المج. الزقها بس كويس، اتأكد ان هي ثبتت معايا كويس على المج. هبدأ بقى ان انا اعمل من فوق الكتاف بالرقبة، يعني هعمل طلعة الرقبة بالكتاف بتاعتها. هعمل دلوقتي القسمة الظهر كده من ورا، وبعدين هعمل الرقبة زي ما قلت لكم. هاخد كده حتة من الناحية دي، وكمان اخد جزء كده من الناحية دي، واظبط بقى الجنبين جنب ما قدام بعض كده علشان الكتفين بتوعها يبقوا في نفس سوا بعض ومظبوطين زي بعض. شيل بقى الزيادات واظبط كله زي بعضه. دي كده حتة اللون الموف الفاتح، انا فردتها مستطيل. هبدأ دلوقتي ان انا هعملها كرانيش علشان احطها على الفستان بتاعي. فيلا بينا نشوف الكرانيش هتتعمل مع بعض، نعمل الكرانيش مع بعض ونشوف هنعملها ازاي. انا دلوقتي انا بدأت وتنيت الجزء ده، هبدأ ان انا اتني جزء تاني من الناحية التانية. طبعا انت لو حطيتي فرشة كده او خلة سنان او اي حاجة دي هتسهل عليكي الموضوع جدا، بحيث ان انت هتتني عليها فهتعرفي تظبطي التانيات كلها تبقى نفس المقاس. او زي ما انتم شايفين انا عايزه التانيات بتاعتي كلها تبقى نفس المقاس علشان تبقى شكلها حلو وتطلع معايا مظبوطه. ادخل كده ادخلهم على بعض، يعني كل متن تانية اقوم مدخلاها على اللي قبلها. انا كده خلاص خلصت الجزء بتاعي كله اللي انا محتاجاه، تنيته كله على بعضه. هبدأ ان انا افرغه من تحت، انا مش عايزاه ملزق في بعضه، انا عايزاه يبقى مفرغ كده. هسيب بس الحتة اللي فوق هي اللي مجمعة على بعضها علشان دي اللي هتنيها مع بعض وهدمجها كده زي ما انتم شايفين. هبدأ ان انا ابططها وهقص الحتة الزيادة اللي فوق دي، وهحطها بقى على الفستان، احطها على الشكل بتاعي اللي انا عملته على المج، وهبدأ ان انا اظبطها عليه. بس قبل كل ده طبعا لازم تحطي غيرها. ثبتها كويس. وهقص بقى الزيادة اللي في الجناب. طبعا ما بضغطش عليهم قوي كمان علشان الشكل بتاعي يفضل محتفظ بالكرانيش بتاعته دي، ويفضل زي ما هو، ما يبقاش فيه حاجة تبوظ.
بس انا كده خلاص تقريبا ظبطته، هبدأ بس اظبط الحتة دي وكده. انا خلاص خلصت اول جزء في الفستان بتاعي، ثبته من تحت كويس علشان لما اجي الزق يبقى الحتة دي ثابتة معايا. بس انا كده خلاص خلصت الكرانيش، هبدأ بقى ان انا اعمله دلوقتي. هعمل فيه زي دراعات كده للفستان، هثبتها كده زي ما انتم شايفين. بس قبل ما هثبتها هعمل حزام كده في النص هنا، وهحط عليه شكل فيونكة. انا عملت القطعة اللي انا هحطها حزام، هبدأ اثبتها. طولت الكرانيش شوية بحيث ان هي تبقى باينة ان هي جاية من اول الحزام. هثبت بقى الدراعات بتاعتي دلوقتي، هحط واحد في الجنب ده وواحد الناحية التانية. انا كده كده كمان المسافة اللي هتبقى باينة معايا في النص دي مش هتفرق معايا قوي، يعني المسافة اللي ما باينة من ورا الفستان اللي هي دي مش فارقه معايا قوي، لان دي هتداريها الايد، يعني ايد العروسه اللي انا هعملها هتداري الحتت اللي باينه معايا دي. خلوني دلوقتي اوريكم ازاي بقى ممكن نعمل مع بعض فيونكه كده بطريقه بسيطه. انا جبت زي ما انتم شايفين كده شريطه وفردتها وعملت فيها الحته التانية دي، وهقطعها وهعمل 3 تانيين زي دي بالظبط كده نفس المقاس اهو. دي كده تاني واحدة، هعمل بقى كمان 2 كمان. اتأكد بس ان هي نفس المقاس ونفس الحجم، بس دي كبيرة شوية فانا هقص منها الحتة الزيادة دي. هقص هعمل واحدة كمان وخلاص. هبدأ ان انا دلوقتي هلزقهم على المج بتاعي، هلزقهم واحدة فوق كده وهعمل التانية ببصة لتحت وحاططهم فوق بعض، وهعمل الاتنين التانيين نفس الفكرة الناحية التانية، واحدة بصة برضو كده لفوق والتانية هتبقى بصة لتحت، وهثبتها على اللي انا عملتها ايه بصة لفوق دي، وهحط زي شريطة في النص كده بحيث ان هي تبقى قافلة معايا الشكل كله من النص، ما يبقاش فيه فراغ كده في النص، يعني الجزء الفراغ ده انا هحط فيه بقى دلوقتي قطعة تانية بحيث ان هي تبقى قافلة معايا الفيونكة بتاعتي. ثبتها كده وهنزل عليها وهقفلها من تحت. انا كده خلاص خلصت الفيونكة بتاعتي، بس فاضل ان انا هعمل لها شريطة نازلة من الناحية دي وشريطة نازلة من الناحية دي. اعمل واحدة كمان الاتنين نفس الطول، وابدأ ان انا هثبتهم تحت الفيونكة بتاعتي.
الحته البني اللي انا عملتها دي انا عملتها كأنها راس، ودي انا هثبت عليها الشعر بتاع العروسه، انا هعمله عليها دلوقتي. انا هعمل معاك الورد، هنشوف هنعمله مع بعض ازاي. دي طريقه بسيطه جدا للورد، انا مش عايزه ورده يبقى فيها تفاصيل كتير، بحيث ان وانا بلزقها ما تبص مني. يعني انا هثبت الورد جنب العروسه كده، بس هو مش هينفع ان هو يثبت بالطريقة دي، يعني الورد هيقع مني ومش هعرف ان انا اثبته بالطريقة دي. انا هوريكو ان هو هيقع، وهوريكو بقى طريقة تانية انا هشتغل بيها، وايه ودي هتبقى طريقة مناسبة جدا، بحيث ان انت هتقدري ان انت تجمعي الورد كله جنب بعضه، وهتعرفي تلزقيه من غير ما يقع منك. يعني بصوا مش بتثبت، مش حركة حلوة. يعني الحركة بقى اللي انا هعملها، انا يعني بصي حتى لو حطيت غيرة برضو مش هتثبت، يعني هتقع. مجرد ما الغيرة ينشف، من غير كمان ما ينشف، هي مش هتبقى ثابتة وهتقع. فانا هعمل زي مستطيل كده رفيع خالص، وهثبت عليه الورد بتاعي وهلزقه. هعمل من كل ناحية وردتين بينك، وردة فوشيا في النص. شايفين الفكرة بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها؟ هبدأ بقى دلوقتي ان انا اعمل فروع، هعمل الفروع بتاعت الشجر بتاعت الورد بتاعي، انا اسفة. وهعمل بقى ورق شجر هداري بيه المستطيل بتاعي اللي انا مثبتة عليه الورد ده، علشان ما يبقاش باين كده من تحت الشكل، ويبقى المنظر مش لطيف. ورقة الشجرة بتاعتي انا عملتها معاكم قبل كده، هثبتها واحدة الناحية دي. انا هعمل 3 ورق شجر، يعني 3 ورقات كده في كل ناحية، تحت كل وردة هثبت واحدة. دي كده تاني واحدة، عملتها كده خلاص، وهبدأ ان انا اثبتها. هعمل كمان واحدة في النص، هظبطها بس كويس. هعمل بقى دي كده خلاص، دي اخر واحدة انا هعملها الناحية دي، وثبتها في النص. هعمل بقى كمان الناحية التانية. انا كده خلاص خلصت الناحيتين، وعملت فيون كف في اول واحدة، هعملها معاكم الناحية التانية. بسيطة جدا، عملت قلب صغير وهثبته ناحية العروسة كده ناحية اليمين، وهعمل قلب تاني نفس الحجم، وهثبته ناحية الشمال، وهحط فيها زي قطعة كده مدورة في النص، بحيث ان هي تقفل معايا الفيونكة بتاعتي. انا كده خلاص خلصت الورد بتاعي، هبدأ بقى دلوقتي ان انا اعمل بقى دراعات العروسة. جبت قطعة لون البشرة فردتها كده، برمتها طويلة شوية على حسب بقى الطول والسمك اللي انت عايزاه. قصيت منها الزيادات، وهبدأ ان انا دلوقتي ألزقها.
هثبت الدراع بتاعي من اول فوق، وهبدأ ان انا ادمجه كده من فوق علشان يبان كأنه حتة واحدة، ما يبانش كأنها حتة محطوطة جنبها كده وخلاص. هثبته على الورد بتاعي. انا عايزة اعملها كأنها ماسكة الورد، فانا هثبت الدراع على الورد وهبدأ بعد كده ان انا هقص، بس مش هقص من الاخر، هقص من الجزء ده علشان انا لسه هعمل لها كف ايد. اهو جبت حتة صغيرة خالص وبرمتها كده وكورتها شوية، وهبدأ ان انا احطها وهدمجها على الدراع، هدمجها كده، وبعدين هعمل لها الخطوط بتاعة الايد. انا كده خلاص عملت الايد الناحية دي، هعمل بقى كمان الايد الناحية التانية بنفس الطريقة، حط غيرها بس على الناحيتين. وكده انا خلصت الايدين. هبدأ ان انا بقى دلوقتي خلاص هعمل اخر حاجة، هعمل لها الشعر بتاعها. بس هنضف كده بس تحت المج بتاعي، وهشيل كده الزيادات بتاعة الشغل، وابدأ اعمل الشعر. طبعا الشعر بقى اعملي اللي انت عايزاه، الشكل اللي انت حابه. حطيت خلاص الغيره بتاعتي، وهبدا الزق الجزء اللي انا عملته ده. انا عامل كأن شعرها جاي على كتفها شويه، وهبدا ان انا اثبته من فوق واظبطها كويس علشان القطعه اللي تحت دي ما تبقاش باينه. خلاص انا كده ظبطته، هبدأ ان انا اعمل الخطوط بتاعة الشعر بتاعي. هعمل بقى خطوط كتير كده زي ما انتم شايفين، وهبدأ ان انا اعمل الخطوط برضو من فوق، يعني منساش الحتت اللي فوق دي ومنساش الجناب، يعني اعمل خطوط في كل الاماكن. انا كمان هعمل لها زي ضفيرة كده فوق شعرها، تكون نازلة كده على ظهرها شوية. فهجرب معاكم كده طريقة ونشوف لو كانت هتبقى شكلها حلو ولا هتبقى شكلها وحش. يعني انا في دماغي طريقتين كده، انا هجربهم واشوف ايه الاحسن فيهم اللي هينفع ان انا اعمل عليها الضفيرة دي. كده قطعة انا برمتها وطبطبت عليها كده زي ما انتم شايفين، دي انا هعملها الضفيرة. هحط 2 جنب بعض، وهبدأ ان انا ابرمهم مع بعض كده بحيث ان هي تديني شكل الضفيرة. انا هجرب دي اول طريقة، ان انا احط قطعة كده تبقى فوق الشعر وينزل منها الضفيرة، بس دي ما عجبتنيش، شكلها مش حلو. الطريقة التانية ان انا هبرم جزء كده وهاخد ناحية من، يعني هاخد جزء من الناحية دي وجزء من الناحية دي، ودي بالنسبة لي شكلها الطف. وهثبت عليها بقى الضفيرة بتاعتي في النص، هشيل بقى الحتت الزيادة فيها، ثبتها، وبرضو لسه فيها حتة كده طويلة شوية هشيلها. وبكده انا كده خلاص خلصت المج بتاعي. هسيبه بقى ان هو، هسيب الشكل بتاعي ينشف، وزي ما قلت لكم قبل كده انا بسيب الشكل ينشف يوم واحد وتاني يوم بلزقه.
تاني يوم هصنفر الشكل بتاعي وهرشه وهلزقه على المج. ده كده كان الفيديو بتاع النهاردة. يا رب يكون الشكل عجبكم. ما تنسوش تعملولي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ده كده الشكل النهائي، يا رب يكون عجبكم. شكرا.